Salut البنات, كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم اون نوفيل فيديو اللي فيها اون روسيت اللي احتاجوها بور لو موا دو رمضان. ان شاء الله الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو. هاد لا روسيت سي اون روسيت ديال لي باغيت اللي كما نقولوا الكمير. هاد الناس بزاف تيحتاجوا الكمير في لو موا دو رمضان, كيتشهاو يجيبوه من المخبزة سخون ومقرمل ياكلوه مع المغرب. مي هاد الخطره غديروها عندكم في الدار بالوصفه, غتكون ان شاء الله ناجحه معاك 100% واقتصاديه مليون في المئة. دونك قبل ما ندوزو الوصفه ونعطيها لكم اون ديتاي, ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه, سبسكرايب ولا سابوني واشتراك, وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد. خليكم مع الوصفه. يلا اللي هي لي باكيت. دونك بعدكم علاش تبقاو تمشيو تشريو لي باكيت, غتبقاو ديروهم عندكم في الدار. طريقه سهله, ما تحتاجو لا الغوبو لا الماكينه باش تعجنو, ما غادلكوها ما غادير لها حتى شي حاجه. دونك سهله جدا وغتشوفوا النتيجه خطيره. اللي غتحتاجوه لهاد لاغوسيت باش تصيبو 3 ديال لي باكيت, 375 غرام ديال لافارين عاديه, غتحتاجوا 8 غرام ديال الخميره الجافه, وغتحتاجوا انا درت 6 غرام ديال الملحه, مي ابري الملحه على حسب الذوق, وغتحتاجوا 300 مليلتر ديال الماء دافي, و سلاطيه ما تحتاجوا لا دليك حتى شي حاجه. دونك سهل داو على بركه الله نخدم نوجدو لي باغيت ديالنا. دونك اول حاجه غنقبطو الخميره ديالنا 8 غرام قلنا, وغنزيدو عليها شويه ديال الماء دافي, وغنحتاجو سباتولا بحال هكا, نحركو بيها الخميره وغنخليوها المده ديال 10 دقائق حتى تذوب لينا الخميره مع الماء, وعاد غنرجعو نكملو. دونك خليكم معايا. دونك فوالا البنات, بعد ما خلينا الخميره ديالنا مع شويه ديال الماء دافي لمده ديال 10 ديال الدقائق, كترجع لنا بحال هكا, يعني كلها كتذوب وكتخليها تخمر. غنزيدو عليها الملحه, فوالا غنكملو الماء كامل اللي خليناه, يعني كمال 300 مليلتر ديال الماء دافي. نحركو هادشي كامل, نتوما غتشوفوها طريقه سهله جدا غتنفعكم فريمون في رمضان. غتخليوها زعما ما تبقاوش كاع محتاجين تبقاو تجريو باش تشريو الكمير, سهله جدا. طحين كنكبوه كامل بحال هكذا, وكنبداو نخلطو الطحين ديالنا مع الخميره والملحه و 300 مليلتر ديال الماء دافي, ونبقاو نعجنوها بهذه الطريقه. لكم ما غدلكوها ما غادي تحمقوا راسكم معاها, اسهل عجينه. ها نتوما كملوا معايا الوصفه كامله باش تشوفوا الخليط كيفاش كيجي داير. فوالا, ما كنعاودش نقيس العجينه ديالي, ها هي غنخليها بحال هكذا. ها نتوما شفتوا كي دايره بحال هكذا, ما مدلوكه ما مصوبه نهائيا, غنخليها بهذه الطريقه هذه. نحيد العجينه اللي لاصقه ليا في لاسباتول ديالي بحال هكذا, فوالا ها نتوما بحال هكذا. مغنعرفش نقيسها, وغنقبض طرشون وغنغطيها بحال هكا. دونك الحاجه الجديده اللي غنزيدوها, انا درت الماء يغلي, الماء طايب,
غنديرو في زلافه بحال هكذا زلافه ولا سلاديه تبشتو الماء طايب. الوغ غنجي المرحلة الثالثة، دونك المرحلة الثالثة البنات غنقبط هذاك الماء الطايب اللي درتو في هاد السلاطي، غنحطو في الفران ديالي اللي ما مشعولش، وغنزيد عليه، غنحطه العجين ديالي اللي غنخليه يختمر بحال هكذا لمدة ديال ساعة ونص. فوالا بنت الوغ دابا ساعة ونص زيت من بعد ما خلينا العجينات ديال لي باكيت ديالنا تخمر، انا غنخرجها من الفران. اما الماء اللي درتو سخون بزاف نديروه في ديك المقله اللي كتكون عندنا في الفران. فوالا وغنخليوها لتحت. الناس اللي ما عندهمش المقله ديال بحال هكا ديال الفران يقدروا يستعملوا دوك لي بلا اللي كيدخلوا للفران، دوك لي بلا بيغاكس اللي كيدخلوا للفران. دونك شوفوا ها العجينه ديالنا كي ولات، شفتوا كيفاش دوبلات الحجم، دوبل الحجم ديالها. غنقبطوا باسباتول ولا معلقه، معلقه. اما المول ديالي، المول ديالي البنات غادي نحتاجو باش ما يلصقش لينا العجينه ديالنا فيه، غنحتاج شويه ديال الزيت النباتيه وديال الدقيق. دونك شوفوا غنخبط البنسو ديالي وغندهن به المول، هذا غير باغ بريكوسيون باش ما يلصقش ليا العجينة فيه. هذا الزيت، غناخدو شويه ديال الطحين وغندردروه على المقله. هذا الشيء اللي كنديرو حتى بغاو نديرو كيكا. نحيدو ليكسي فوالا. دابا غادي نشوفو، غادي نقبط العجينه ديالي بحال هكذا وغنجي نبدا نكبها في المول بحال هاد الطريقة كيما كتشوفو. وغنبدا نجر بحال هكدا عشوائي. بحال هكا نسرح العجينة في المول ديالي بهاد الطريقة. وقبل ما نكمل غنشعل الفران ديالي على درجة حرارة 240 ونخليه يسخن الفوق والتحت. نكمل الكاميرا التانية على دوزيام باكيت. فوالا ونبدا نجرها في المول بهاد الطريقة هادي. تبعوا معايا مزيان البنات باش ما تقولوش ليا اش الناش ولا تقولوا ليا الفيديو طويل، ماشي مشكل الفيديو الا كان طويل
اللي بغات تعرف هادشي مزيان باش تخرج ليها النتيجة هي هادي كما كتشوفوا. تخرج ليها نتيجة ناجحة. تبع معايا تكون عندها الوصفة ناجحة. تبع معايا البنات. تبعوا مزيان معايا. باش ان شاء الله تخرج لكم لي باكيت ديالكم يخرجوا لكم بحال هكذا بحال اللي خرجوا ان شاء الله غيخرجوا ليا. اي فوالا انا ساليت. اللي بغات البنات تزيد على لي باكيت ديالها لي سيريال زيدهم. اللي بغاتهم غير هكذا اللي بغات انا غنزيد عليهم. انا كندير هادشي كله سبونطاني قدامكم. ما بقات راه كنوجد لي زانغريديون بقات راه كنديرهم معاكم. كتشوفوني كندير الحوايج كناخذ هادشي قدامكم. دونك انا غنخديت لي كرين دو بافو غنزوق بهم شويه الكوميت ديالي بحال هكذا. هادي غندير عليها البافو ووحده غندير عليها اللون ديال الشيا. الباغيت ديالي الثالثه غادي نرشها بالطحين بحال هكذا دي الانسيان. فوالا اخر حاجه غنحتاجها نديرها الكوميت ديالي جو لو سكاريفي بحال هكذا. موس ماضي ولا عندكم زيزوار احسن. انا ما عنديش زيزوار. دونك البنات لي باكيت ديالي هما واجدين غندخلهم للفران على درجه حراره 240 دوغري لمده ديال 25 دقيقه ومن بعد نوريكم النتيجه. خليكم معايا 25 مينوت. فوالا 240 توتال. اي فوالا دونك نخرجهم من الفور نوريكم اكزاكتومون كيفاش داير. اي فوالا البنات ها هما لي باكيت طك 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 اش كابونت. دونك هادي فوالا الانسيان هادي بالبافو وهادي لي غرين دو شيا. شتي ها هما اللور. هاد لي خارجين من عند من الفران ديال المخبزة. ولا البنات نو يا سلام يا سلام يا سلام. دونك فوالا البنات هما لي باغيت فوكي جاو زينين وبنينين ومقرملين. كنتمنى تجربوا الوصفه عندكم في هذا المواد رمضان وتكون هذه الوصفه افيكاس وتنجح لكم ان شاء الله بحال اللي نجحت ليا 100%. دونك تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم على بروشين. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بوسه كبيره باي.